ايه فايدة انه البنت تتجوز دكتور عموما، طبيب عموما يعني؟ المجتمع صدر فكرة الدكتور ان هو ده القامة الاجتماعية العالية جدا، تمام. فانت فكرة ان انت تتجوزي دكتور من رقم واحد ان هو وجهة اجتماعية، انت هتستخبي ورا ظهره انا انت متجوزة حرم دكتور الدكتور كذا، بالظبط، فده تمام. وجهة اجتماعية رقم واحد. غير الجانب الاقتصادي ما احبش اتكلم فيه. الجانب الاقتصادي، يعني الجانب الاقتصادي ده، هل يعني نتكلم بقى بيعود على ان هي هتبطل تروح لدكاترة فهنوفر، ولا الجانب الاقتصادي بتاع دخل الطبيب؟ خلينا نضرب عصفورين بحجر الاثنين، يعني هي فكره كلها ان انت حد بيساعدك طبيا في البيت، ايوه وكوضع مادي برضه. هو الناس معتقده ان الدكتور بياخد قد كده وبيفضل هو اكتر حد بيتخرج بعد ما يخلص كليه بيطلع يشتغل وشغلته موجوده وامان وفي مرتب اخر الشهر والدنيا كده، فالاهالي دايما بيزقوا البنت في الاتجاه ده، انت هتاخدي دكتور. فانت بنبقى احنا داخلين الجواز واخدين وضعنا شويه. بس الدكاترة يمكن بيجنوا ثمار عملهم دي بعد سنين طويلة من الشقة ومن التعب، يعني الدكتور عادة طبعا شغله بيبقى موجود، وأكيد كلنا بنبقى محتاجين أطباء وكتير، بس فين بقى لما بيبقى الطبيب نفسه قدر إن هو يعمل عيادته الخاصة ويكون دخله كويس، صح ده ولا أنا اختيار، غلطان؟ انت بتتكلمي صح، ده اختيار. انا بقى ببدأ ادور على اللي هتستحملني لغاية لما ابقى واقف على رجلي. تمام، اوكي يعني بقول لك لو هناخدها من ناحيتي انا بدور على اللي هتستحمل ان انا اقف على رجلي ويبقى ليا وضع الاجتماعي الكامل بالصوره الكامله، الوضع المادي بالصوره الكامله. لكن زي ما قلت لك البنت بتبقى بتفكر، ممكن تكون بتفكر بعيد لو هي ذكيه شويه، او بتفكر تحت رجلها حسب اللي في البيت بقى. احنا عايزين نعرف الدكتور بيختار واحده ذكيه شويه، ولا اه بيختارها طبعا حلوه، ولا طبعا بيختارها ايه؟ طبعا طبعا طبعا. طب يبقى احنا كده عرفنا انه الدكتور عندك استشارات طبيه ببلاش، وايه تاني يا دكتور قلت لي هو عليه وضع بعيدا عن اجتماعي الجانب ومادي، الاقتصادي؟ ومادي شويه. اه ماشي. واجتماعي طبعا، انت واجهه اجتماعيه. اه طبعا والايمج، الواجهه الاجتماعيه. بالظبط.